كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. فأنت زميلكم سي محمد غطعم، سوف أكون مختصرا والمداخلة ديالي سوف تركز بشكل دقيق حول الخروقات القانونية التي تمت في هذا الملف. محمد بوطعم وجه بشكايات كثيرة، شكايات كثيرة من طرف الناس الذين يعني معروفون بالفساد في المنطقة، من ضمنهم زعيم مافيا العقار. تقدم ضده بالشكاية نهار 27/1/2021 وسجلت بالنيابة العامة في اليوم الموالي. نهار واحد غيتم الاستماع ديالو، غيتم الاستماع للمشتكي في الشرطة نتاع تيزنيت. كتصل به الشرطة من بعد كتقول له ودي اجي، راه عندنا غير شكاية عادية غادي نستمعوا لك وغادي نمشي بحالك. عمر الدودي محامي بهيئة الرباط، فاعل جمعوي وفاعل حقوقي. حضرنا لهاد الندوة الصحفية من أجل تسليط الضوء على واحد المجموعة نتاع الخروقات اللي شابت الملف ديال الصحفي محمد بوطعم. النطق ديال الحكم غادي يكون إن شاء الله اليوم. نتمنوا أنه يتحكم القانون في مجريات الملف وتعطى للسيد البراءة ولا شيء أغلى براءة ويخرج إلى دواه وإلى عائلته الكبيرة والصغيرة. وشكرا. كنشكركم على هذا الحضور هذه وعلى هذه الندوة الصحفية اللي درت اليوم وتضامنا مع الأخ ديالي محمد بوطعم. الكل يعرف محمد بوطعم في الساحة ديال الصحافة أنه قبل ما يكون صحفي كان مناضل على مجموعة من قبل كاع ما يدخل عالم الصحافة. قبل ملي كان خدام في القطاع الخاص كان مناضل وكان نقابي. ملي دخل الصحافة هو قديم في هذا الدومين هذا من تقريبا من 2000 ولا 2003 ولا 2004 كان صحفي وفي الأحداث المغربية وصحافي ديال مجموعة من المواقع، وداروا واحد الموقع مؤخرا ملي ولات الصحافة الإلكترونية، داروا نادي صحافة في تيزنيت أسس وهما من المؤسسين ديال نادي الصحافة، وداروا موقع تيز بريس. وكنتفاجئوا مؤخرا بالاعتقال ديالو وكذلك ديال التهريب ديال في الجنوب. تطرق لواحد المجموعه من القضايا اللي هي حساسه على ما اعتقد هي اللي جراته لهذا المحاكمه ولا هذا الحبس اللي هو فيه حاليا. حيت لا اعتقد انه قضيه ديال انه اللي المتابع عليها دابا انه واحد ماشي غير موقع ماشي غير هو تيز بريس اللي غنقولوا راه ما غترفع عليها قضيه ديال الملائمه. كاين واحد المجموعه ديال المواقع في المغرب اللي مازالين كيشتغلوا بالطريقه القديمه اللي مشتغلين بها. مازال ملي خرج هذا القانون ديال الملائمه مازال ما داروش الملائمه للمواقع ديالهم، وهو اللي تعدى قلب بوحده ديال محمد بوطعم. نحن هنا اليوم في هذا الندوه من اجل تسليط الضوء على الملف ديال زميلنا وصديقنا محمد بوطعم، ايضا من اجل المطالبه باطلاق سراحه. محمد بوطعم اللي ما كيعرفوش هو واحد الصحفي معروف على المستوى ديال جهات سوسمس وايضا على المستوى الوطني، صحفي منذ تسعينيات القرن الماضي منذ اواخر التسعينات في جرائد ورقيه كثيره ويدير موقع الكتروني بمدينه تيزنيت. الان يتابع بتهمه غريبه ويخوض معركه الامعاء الفارغه منذ ان دخل سجن تيزنيت. مختلف الفعاليات تطالب بإطلاق سراحه فورا لأن ملفه ملف تم تكييفه من طرف وكيل الملك بطريقة تستدعي نوعا ما للغرابة. نتمنى أن يطلق سراح زميلنا وصديقنا محمد بوطعم ليعود إلى أسرته، لأنه صحفي يشتغل بجد، صحفي مهني، صحفي صادق، وفوق هذا كله صحفي يحب وطنه كثيرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.